رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. حكم استخدام السواك في نهار رمضان للصائم. أولا، السواك سنة، لولا أخاف أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة مع الوضوء والمضمضة. والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والصحابة قالوا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم السواك وهو صائم، فلا حرج أبدا في استخدام السواك في نهار رمضان، لا حرج أبدا في استخدام السواك في نهار رمضان للصائم. وإن كان بعض أهل العلم قالوا يعني الأولى والأفضل من بعد العصر ألا يستخدم السواك حتى لا يغير رائحة خلوف فم الصائم، هذه الرائحة التي تحدث من خلو المعدة من الأكل نظرا لساعات الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فبما أن هذه الرائحة لها كرامة في ميزان الله عز وجل فلا يسعى الإنسان إلى تغييرها. لكن يبقى السؤال في استخدام الفرشاة ومعجون الأسنان. لا بأس أن يستخدم الصائم الفرشاة ومعجون الأسنان، لكن الأولى أن يستخدمه قبل الفجر. طيب إن فاته وهو متعود عليه فيستخدمه بعد الفجر، ولكن يختار معجون لا يكون له رائحة نفاذة، ويتحرز من أن ينزل المعجون إلى جوفه، لأنه لو نزل إلى جوفه فسد صومه. وهناك من أهل العلم من يرى التحرز من استخدام المعجون في نهار رمضان على أي حال، ويقول يستخدم الفرشاة بدون معجون. لكن لو هو مضطر أو متعود على استخدام الفرشاة والمعجون يختار المعجون الذي ليس له رائحة نفاذة وقوية، ويتحرز من نزول المعجون إلى جوفه حتى لا يفسد صومه. هذا والله أعلى وأعلم.